هاي للكل، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح اعمل كم تسريحه رسميه للمدرسه للجامعه. اذا عندك هيك طلعه ومشتهي تعملي هيك شيء خفيف بشعرك فرح اعمل هيك كم موديل ان شاء الله تحبون. قبل ما نبلش بالفيديو حابه اذكركم اذا كنتوا جداد لا تنسوا تشتركوا في القناه، تضغطوا على هذا الزر الاحمر، تحطوا لايك للفيديو اذا حبيتوه، وايضا تفعلوا الجرس ليصلكم اشعار بالفيديوهات القادمه. او هلا اذا حابين تشوفوا التسريحات معي خليكم متابعين ويلا نبلش. في قسمت شعري، فرقت شعري على الطرف الازم، لحظه انا قصص شعري. على فكره التسريحات بتروح على اطوال شعر مختلفه، وايضا بتروح اذا شعرك مجعد او سبل. وكمان شغله انه فيكي اذا هلا انا في كم موديل رح يفون، رح يفون الشعر مفلوت، رح يفون نازل ما رح طبه، بس انتي اكيد فيكي تطبي يعني من نقصة. اول شيء قسمت الشعر. هلا رح اخذ خصلة من الشعر واضفر الضفيرة الفرنسية المعكوسة، يعني رح اقسم الشعر ثلاثة، وبدل ما اضفره من فوق رح ابلش من تحت. هاخد اول خصة من فوق، بعد ارجع من تحت، بعد ارجع باول خصلة، واخد خصلة شعر زيادة بهالطريقة هيك. اخد خصلة شعر من تحت، امسك بالنص، ارجع للطرف امسكها من تحتها، ارجع اخد خصلة شعر ارجع امسك اول خصلة وهيك ارجع اضيف عليها شوية شعر. على فكرة انا عم اعمل كل الموديلات بلا مراية فما بعرف شو اللي يزبطوا. هذا رح اربطه بلاستيك او مطاط تحت. هلا رح اخذ ربطه اربط فيها الشعر المبقيان بهالشكل، واخذ الضفره من تحت لفها حوالي الخصله، والبقيان من الشعر ثبته بحباس او بعرف هدول شو بتقولون الحباسات. فهذا الموديل كتير حلو وكتير كتير شيك، كتير سهل. اذا بدك فيكي تعملي بس شغلة صغيرة انا بحب اعملها، اني بس افرض شوي الضفرة من قدام. قربت شوية فكرة الرموش اللي مستعملتهم للكب فما تعلقوا عليهم لانه بعرف انه ابدا ما حلوين طالعين. اوكي هلا الموديل الثاني. هلا قاسمة شعري بالنص حتى في شيء مختلف. رح اخذ خصلة من قدام تقريبا بهالسمك، وايضا اطفرها بالقلب. نفس الشكل رح اخذ الطرف الثاني، بس بدكم تنبهوا لشغل انكم تاخذوا نفس الكمية على الطرفين. اوكي بهذا الشكل طبعا ما خلص، لا بدي بس افتحها من بعضه بيعطوني شوية ضخامة بالشعر. هلا بدي اخذ الخصلتين واربطهم مع بعضهم بهذا الشكل. اوكي هلا راح اقيم اللي
رح اعمل ربطات الباقيات، هاخذ غسلة ادخلها من تحت واطلع وارجع الفراغ بين الخصلة والضفيرة، ارجع نزل هاي الخصلة مرة تانية وشدها وقيم ارجع قيم الربطة الاولى. بهذا الموديل اللي رح اخذ اول شيء خصلتين من قدام واربطهم لورا، اللي رح اعمله اني رح اخذ خصلة فلو مناطرة كون موديل اللي اكتر شي بعمله بفرق شعري من على الطرف، وباخد خصلة وبلفها برجع بضيف لها خصلة وبلفها عليها برجع باخد خصلة كمان وبلفها عليها خصلة كمان بفتل عليها بهذا الشكل قبل ما اوصل لتحت سوداء بي راسي من ورا محل ما دخلت الخصلة بهذا الشكل. من الطرف الثاني باخذ خصلة وبعيف اللي تحت ومن فوق، هي بقسم الخصلة بالنص، باخذ الخصلة يلي من تحت وضعيفة فوقها و بشبكها مع الأولى، وهيك بيكون الموديل. طبعا فيكي تربطي ربط عادي، اخد شعري بعد ما فرقته كله بتوع الجنب بهذا الشكل، بعدها رح افتح اعمل فتحة بنص الشعر واقلب الشعر لجوا بهذا الشكل. رح اخذ الربطة ارجع حطها من النص ارجع اربطه وارجع افتح فتحة ارجع اعمل نفس العملية ارجع دخل الشعر بالنص بهذا الشكل. ممكن تعيدي كمان مرتين وثلاثة اذا عندي شعرك طويل بيطلع الموديل كتير كتير حلو. هاد الموديل، هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. بتمنى انه يكون نال اعجابكم ونال رضاكم. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا له لايك، وفي عندي كم تصريحة كمان بعدين اذا حابين ممكن اعمل فيديو تاني لنشوف. بتمنى لكم نهار كتير كتير حلو، لا تنسوا الجمال مش بس من برا، المهم نكون حلوين من هون. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي. الخصلة الاولى اخذتها من تحت بدل ما اخذها من فوق. ضلت عندي خصلة برا.